في الاستماع لميد راديو الاذاعه القريبه منكم وبرنامجكم مع المحلل اللي كل يوم السبت صباحا كنتكلموا فيه على مواضيع كتهم الصحه النفسيه للطفل والاسره. دائما رفقه الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك دريبي. اهلا بروفيسور. صباح الخير يا لسنا. صباح النور. الله يبارك فيك. اليوم غادي نتكلموا على الاطفال كثير الكلام والصعوبه اللي كيوجدوها يعني التهذيب وتقني القدرات الكلاميه عند الاطفال الصغار. فاليوم بروفيسور غادي نتعرفوا معاك يعني ملي تيكون الامر ظاهريا عند الطفل يعني تيشكل نوع من الطاقات ونوع من الانشراح، وباطنيا يعني ربما كتكون بنيات اللي خاص الوالدين ينتبهوا ليها، لانه بزاف ديال الوالدين كيلقاو صعوبه كبيره مع اطفالهم الصغار يعني ما تيفرقوش او ما تيعرفوش ما بين الطاقه والشراره المحموده اللي خاصها تبقى مقضى عن الطفل ديالهم يعني لصالح تنمية قدراته، وما بين الاضطراب الخفي. إذا كان النحو والإعراب يخضع الجملة نحو بنية معينة فيبقى ذلك من سبيل الظاهر، ولكن يوجد أهم من ذلك، إنه الشيء الذي يعطي اتجاه للمعنى، فهو الحقيقة التي نجعل منها أصل كل شيء في حياتنا. فهذا هو الأمر المهم، فليس التكلم جيدا الغاية من الكلام إن كان التشتت، ولكن المهم هو التكلم على ما هو مؤسس لهذه الحقيقة من حيث أنه القطب لها. أنا بديت كنصيغ في لي تيوريم ديال العرب. ديال العرب اللي شربون هلو من الحقيقة. إلا بغوا العرب يكون لهم أمر ويكون لهم شأن كما كان للسلف، خصنا نرجعوا للركائز الأساسية اللي أسست الحضارة ديالنا. فالركائز الأساسية اللي أسست الحضارة العرب هو حبهم وبحثهم على الحقيقة، حقيقة كل شيء. ما كانوش العرب قوم فقط كيهتموا بالبطن والفرج والاستهلاك والغنى والمال، كان وسط منهم واحد يقول القرآن الكريم وكنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الجملة هذه كنتم مبنية في صيغة الماضي، فهل هي جارية فقط على السلف؟ لا، هذا قول جاءنا في الكتاب من المستقبل وسيقال لنا إن شاء الله يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في القرآن الكريم فيه حديث ناس اللي سبقوكم، وفيه حديث ديالكم، وفيه حديث ديال اللي جايين قدامكم. ففيه الماضي وفيه الحاضر وفيه المستقبل في القرآن. فكما كنلقاو في القرآن حوار اللي غادي نسمعوه في القيامة ما بين الله وسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، يا عيسى أنت قلت للناس، وراه معروف في القرآن الكريم الله تيقول سيدنا عيسى واش أنت اللي قلتي للناس عبدوني أنا والأم ديالي. فهذاك خطاب المستقبل غادي نسمعوه في يوم القيامة، وها هو كاين عندنا في الحاضر تنقراوه. فكأن الله التقط من المستقبل واحد اللقطة وطاح علينا في القرآن. فكذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما زلنا خير أمة أخرجت للناس، ما زلنا. شنو الشرط؟ أن نرجعوا نتموقعوا ونجلسوا ونثبتوا في الطريق اللي دات السلف الى البحث على الحقيقة. شنو حقيقة الزواج؟ يا قلت لكم الحب ليس حقيقة ضمنية بين الرجل والمرأة، وشحال من المرأة تفزعات وشحال من الرجل تصدم. ولكن مثلا تأملوش في حديث سيدنا رسول الله من اللي تيقول لنا حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. واش قال أحب؟ واش قال أحب ولا حبب؟ ما معنى حبب؟ أي جعل فيا، وضع فيا.
فمن اللي كتلقى جعل ووضع وحبب فهو ليس فعل نابع مني، ما جايش من عندي كحقيقة، ولكنه فعل فيا. فهو اللي كنقول لكم راه مفعول فيه، راه مفعول به. فمن اللي قال لنا الحبيب المصطفى حبب إلي من دنياكم، الدنيا ديالكم، إن الدنيا ديالكم، الدنيا كحقيقة مخلوق من عند الله أم دنيا تصور من عند العقول الضعيفة عندكم؟ لماذا قال من دنياكم؟ واش دنياكم كاين جوج دنيات، الدنيا اللي خلقها الله والدنيا اللي كيشوفها هو صلى الله عليه وسلم، ولا الدنيا اللي خلقها الله والدنيا اللي كنتصوروا حنا؟ حيت راه كل واحد كيتصور الدنيا كيف ما بغى. هي راه هي، المغرب راه مغرب، افريقيا راه افريقيا، وكل واحد كيتصور المغرب كيبغى، وكل واحد كيتصور افريقيا كيبغى، شتي لا؟ فهو من اللي قال دنياكم، ففي صيغه الادغام، لانه اوتي مجامع الكلم لو كوندونسي، مجامع الكلم كلمه صغيره سير ودي حلها تلقى فيها نصوص. هذا الحديث هو اللي جعلني نقول لكم بان الحب ليس حقيقه. هذا الحديث ماكش شحال معاون ساكت عليه، يا قلت لك اليوم غادي نحيد فتحين نفسي اللي كتسمعوني كندوي به. والله ما عندي انا الا صبغه الى العالم كيتفتح به وتبجح به، والله الا عند دريبي صبغه كنصبغ بها الحيط. اليوم غنحيد الصبغه وغندخل الحيط، لان لك الحيط مصبوغ، ما بقيتي عارف واش مبوري ولا ما مبوريش، ما بقيتي عارف واش خانز ولا نقي. اش كدير ملي كتبغي تعرف شنو كاين؟ كتزول الفيرني وكتحيد الصباغه وكتدخل الحيط وكتحفر شويه كدوي نشوف فيك وتما اش كتلقى. فهذا الشيء اللي جمعت لكم اليوم. اذا كان النحو الاعرابي يخضع الجمله نحو بنيه معينه فيبقى ذلك من سبيل الظاهر. المهم راه ماشي هو نتكلموا العربيه بالاعراب وبالمبتدا والخبر وبالفعل والجمله والاسميه والجمله، ماشي هو المهم، ولو انه مهم، ولكن المهم انه يوجد اهم من ذلك، انه الشيء الذي يعطي اتجاه للمعنى. الكون كله، وسول علماء الفضاء النووي، واش الكون عنده اتجاه ولا ما عندوش؟ المجرات والنجوم والكواكب كلها غدا في اتجاه واحد، تتحرك نحو اتجاه معين، ما عمرها ما جابت الدوره. من نهار تخلق الكون واش الطريق، شاد الطريق الى اين؟ ولماذا هذاك الاتجاه؟ سؤال الى اين ولماذا؟ علاش المجرات والارض والكواكب والشمس كلشي غادي شاد الطريق لواحد اتجاه معين، واتجاه واحد ماشي جوج اتجاهات ولا ثلاثه ولا اربعه، ماشي كل كوكب ولا نجم في المرشقات اللي غادي شاد الطريق، كلهم في فلك يسبحون في واحد اتساع في واحد المساحه، ولكن اتجاه معين. لماذا والى اين؟ شغلكم واحد يقلب الجو. فولدنا وولدكم اللي تيتزاد، العرب عندها واحد التعبير كنقولوا فلان دهش، الدهش عند العرب شنو كيعني الدهش؟ هو الحيرة التي تذهب العقل. تنقولوا دهش دهش، الدهش عند العرب تتعني به الحيرة اللي كتحير كتذهب العقل. ففي عملي مع وليداتكم وفي تأملي من نهار اللي وضع في الله هاد الشعلة، ما عمري اعتبرت بأن المتكلم والكلام أمر عادي. المتكلم والكلام ليس بأمر عادي، لأنه خص به البشر، والبشر راه فيها الجن والإنس، عندك وسحبوا البشر راهم مع الإنس، لهذا قلت لكم خص به البشر، لأنهم ذوي البشرة، كاين ذوي الجلد وكاين ذوي البشرة. فهل للجن بشرة؟ إن لم يكن فكيف المس؟ إلا ما كانش بشرة فكيف المس؟ باش غيمسني إلا ما عندوش بشرة؟ حيت إلا ما عندوش ما بقاش مس ولا احتواء. أما إلا كان مس وجب بشرة أم جلد؟ حيت
انا عارف هذاك الباب اش فيه، راه كنقول لكم راه كاين مشرى. فهنا ملي كيولد كيولي ولدنا ولدكم، المهم هو عدد المفردات اللي كيتكلم بهم، المهم هو الجمل كيفاش كيصيغهم، المهم هو التباهي بالببغاء الصغير. الببغاء الصغير 3 سنين و4 سنين في المدارس، ونشوف وليداتنا كيغنيو، ونشوف وليداتنا كيتكلموا، ونشوفوا كذا ونشوفوا كذا ونشوفوا كذا، كنتباهوا بالببغاء المتكلم، وكنساو بان وراء الببغاء راه كاين ضوضاء. ضوضاء انعدام المعنى الحقيقي للحياة. شنو معناها؟ معناها ان المرأة وصلت لسن خطيرة، راه كيف سمعنا الحباب عبروا عليها هذا الاسبوع، على كاين شي سن خطيرة في العمر. حتى اصبحنا كنعطيو معنى الخطر انني وصلت لسن اليأس وما غنولدش. فإذا وصلت لسن اليأس أنا مرأة مولش، هل هذاك ذلك يشكل خطر؟ فكلمة خطر لها معنى أن هناك خطورة. أما هنا ما كاينش خطورة أنني ما نولدش، لأنه يهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء الإناث ويجعل من يشاء عقيمة. إذا كنت أنا معنى الحقيقة ديالي هو أنني مؤمن، فأنا يا إما في خانة اللي غيعطيني الذكور، ولا في الخانة اللي غيعطيني الإناث، ولا في الخانة اللي غيزوج لي الذكور والإناث، ولا في الخانة ديال من يجعل العقيم. يعني كاتر كاز أربعة، كاين اللي غيعطيك الوليدات بوحدو مع الذكورة، كاين اللي غيعطيك مرأة مطلقة. علاش؟ كتجيبي غير البنات عندها قفة في كرشها وكتطلع تقدى في السماء، فهذا هو معنى الإنجاب. فالطفل عندك تسحبو راه كيجي لكم مكلخ، يقول سيد الحكامة باش تيحنا رفتنا هو ورد قادنا القنع له فتنا جاك لاكون صافي فتنا له فتنا فردو دولتو فتنا له فتنا لي بسيكياتر فتنا لي بسيكولوج فتنا كل شيء، طلعنا على العالم المعاني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، من تعارف منها ائتلف ومن تنافر منها اختلف. يعني شتي ولدك وبنتك من اللي كيتحط لك في كرشك، الجنين عنده 9 شهور، وسير سول العمر اللي عند روحه، سير قول للروح ديالو عافاك امتى تزاديتي، سير سول الروح واش شامخة واش عجوز واش عندها لحية بيضاء نازلة معاك في جسم صغير، ولا الروح يالله تزادت البارح. فمن اللي قال الحبيب الأرواح جنود مجندة، عمرك شتي جندي برهوش، عمرك شتي جندي ضعيف، عمرك شتي جندي بعبولة. الجندي صيغة القوة، الجندي صيغة الرشد، الجندي صيغة البالغ. ما كنجندوش الأطفال، كنجندو الرجال. فمن اللي قال لنا الأرواح جنود يعني راتي وضع لك في ولدك وفي بنتك ما هو صلب، ما هو قوي، ما هو بالغ، ما هو رشيد، ولكن في معيار الميزان الأرضي. تيوضعوا لك في جسم عنده 9 شهور فتيكون عنده صيغة الصمت، ما كيعرفش يهضر بالمفردات. شكلك كنطرح سؤال، قال واش اللغة اللي كنتكلموا لداخل في صدرنا تتشبه اللغة اللي كنتكلموا برا، ولا كاينة واحد اللغة أصلية؟ سؤال سنقلبه، لأن هذاك الصم السيد اللي زيزون وما كيسمعش، سير سوله واش عنده لغه داخليه ولا ما عندوش. لانكم ما كانش عنده لغه داخليه، ولاش كيبقى يرشق على يد صاحبه هما بجوج يازن وتيعاودوا نكته وكيضحكوا غير بالاشاره؟ كيفاش تفهموا؟ اذا ملي هو حط معنى والاخر استقطب المعنى وهو ما كيسمعه هو ما كيتكلم معاه، كاينه لغه داخليه. فولدي وولدكم ملي كتوضع الروح كيبقى يشوف فيكم من داخل المكوك الفضائي، كيعطيه الله واحد الفيسو اللي هو الجسد، واحد المكوك فضائي اللي هو الجسد، وكيبقى يشوف فيكم من الداخل صمت وتأمل. على فوقاش كيهضروا ولادنا؟ كاين اللي تا كيكمل عام عام ونص عامين، وبعض العائلات راكم كتسمعوا حتى 3 سنين و4 سنين وباقي ما دواوش. علاش بغيتي يهدوي هو كيشوف الفوضى؟ علاش بغيتي يهدوي هو كيشوف فيك البلاده؟ كيشوف الراجل قال للمرأة غنطلقك حيت جبتي غير البنات، كتظنوا في فرانسواز دولتو. واللي بغى يتاكد يمشي يشوف الكتاب ديالها كون لو فون باغي، ملي هزات الوليد عنده سكته قلبيه ومسدات ليه على يده
على ظهره وتكلمت معاه وليزانفيرمي والاطباء حايطين بها وكيتصنتوا والوليد حل عوينته وشاف فيها ورد عليها بالاشاره على ما لا كانت شاكه بانه ما كيفهمش ما كانت شاكه ولكن حنا اصحاب هذه الحقيقه اصبحنا للاسف شاكين وما عارفينش. إذا لقاءنا بكم مستمعنا مازال مستمر دائما رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم الناس بروفيسور مامون مبارك دريبي. فاصل أعلان قصير وغادي نرجعوا نواصلوا دائما يمكن تكلموا على الأطفال كثير الكلام والصعوبة اللي كيوجدوها. تفضل بروفيسور. في المجتمع الغربي اللي أصبح كل شيء كيقلدوا ما قادرش يشبه ليه لأنه هو المجتمع الغربي ما كيقلد حد وما باغي يشبه الحد ولكن حنا كالحرباء تتخلع كتاخذ اللون ديال الحاجه اللي حداها باش تغبر الخوف لهذا قلت لكم الدهش والدهش راه جاي عند العرب من الجحش ما حد السبع بعيد عليه هو تيفركل ومن اللي تيقرب ليه ويحمر فيه سنسوله باش كيبدا يدير. فالمجتمع الغربي كان مبني سابقا على مؤسسة الكنيسة وكانت مؤسسة الكنيسة وضع الرهبان في الحومة وفي الزنقة وفي الدرب. فملي وقعت الثورة الفرنسية 1789 وقطعوا وداروا قطيعة في المجتمع الفرنسي وغادي تنشر الفكر غادي تنشر كله في أوروبا وغادي يوصلوا حتى لأمريكا أنه قطيعة ما بين ما هو ديني وما بين ما هو دنيوي كيخص توضع وظيفة اللي تعوض المكان اللي كان محتلها هذاك الرهبان وهذاك الرهيب. فدارت الوظيفة ديال البسيكياتر. البسيكياتر في المجتمع الغربي ماشي فقط طبيب نفساني كيعالج بالنسبة لهم هما هو راه طبيب نفساني وهو اللي عنده المكانة باش كيفسر وكيأول. هو في المجتمع الغربي هو اللي عنده الوظيفة القانونية باش كيعطي المعاني الأشياء من حيث المجتمع ومن حيث العلاقة مع بعض الأشياء. فاحنا في تأسيسنا للمجتمع المعاصر كحضارة إسلامية دخلنا في العولمة واستوردنا مؤسسات وخاصة تكون مؤسسات راني قلت لكم ودائما تنكرر مهم نمشيو لعند الطبيب النفساني مهم نمشيو عند البسيكولوج ولكن كأنني ولد الحضارة العربية الإسلامية الأمازيغية كنقول ما يمكنش ليا نتنازل على المؤسسات ديال 14 القرن كأنها ما عندهاش دور. نتفاعل مع مؤسسات العالم المعاصر مرحبا ولكن كمفكر كنطرح المجتمع كنقول لهم واش حنا البسيكياتر عندنا هو اللي عنده التأويل في الحقيقة احنا عندنا وظيفة العالم وانا عندك وتسحب عبتان انني كنت وباقي وغنبقى نجعل من الفكر الإسلامي اللي هو القرآن والحديث اقوى مرجعية وارفع مرجعية فوق مرجعية العلم. فإلا كنت كنقول هوارد غانر ولا كنقول دولت ولا كنقول فرويد ولا كنقول كذا غير باش نساعد الشخص اللي باقي عاد مبتدي فهم هذا النوع كنعطيه واحد العكوكزات والوقيت اللي كنقول ليه صافي بديتي كتمشى ولوح لوكاكز وطلق جنحيك وطلع معنا للسماء. فالوظيف التأويلي واللي كيعطي المعنى هم العلماء في الحضارة الإسلامية ولكن بعض المجتمعات الإسلامية جعلت العلماء يتحصروا فقط فيما هو حلال وحرام يتحصروا فقط كيفاش كيتنسخ الوضوء وكيفاش كيتصلح الوضوء تحصروا فقط في الفتاوي ونض ليهم الدريبي قال ليهم لا وظيفتكم العلماء ماشي فقط في الفقه والشريعة ماشي فقط في الحلال والحرام وظيفتكم انكم تدخلوا المجتمع وتكلموا معنا في هذا الإجهاض وتكلموا معنا في هذه المصيبة ديال المخدرات وتكلموا معنا في هذه المصيبة الزواج اللي صبحت البنت كأنها في واحد الضيعة في واحد الفيرمة في واحد الزريبة
وكتعطى إذن للجزار يجي يهز الدرية عندها 9 ولا عندها 12 ولا عندها 13 بحكم أنه كاين فتوى. قال لهم دريبي العلامة لا خاصكم تدخلوا للمجتمع وتعرقوا على كتافكم وتدخلوا معانا الغيس. واستاجبوا العلامة. فمني كتشوفوني كندور وكيستضفوني المجالس العلمية حيت الحمد لله فهموا بأن احنا في المجتمع ديالنا الإسلام والحضارة 14 القرن نحن أمة التوحيد نوحد الأمور، ما عندناش لا ديكوتومي ما عندناش الانفصام. فتخيل شحال مسجد عندنا في المجتمع، تخيل شحال من فقيه وإمام عندنا في المجتمع، تخيل شحال مجلس علمي عندنا في المجتمع. فغدا إلى وصلنا لقدرة الفهم وجعلنا من هذا الأطور أنهم يأطروا شباب بلغة حديثة وبمضمون مأصل، واش غادي يقدوا عليها لي بسيكولوج؟ منين غنجيبوهم بعدا كاع؟ شحال قدرنا كاع نكونوا من بسيكولوج شحال؟ واش حنا الطب العام اللي خصنا طبيب لكل 1000 مواطن عندنا دابا نسبة طبيب لكل 9000 مواطن؟ إذا نحلموا ونتسطاو ما قدرنا حتى نوصلوا للنسبة مقادة ديال الطب العام، بقينا عاد غنوصلوا موصلات لها حتى أمريكا. حنا عندنا مؤسسات واجدة وعندنا عقول مستعدة، عندنا فرسان مجندة مراكبة، ولكن حتى واحد ما بغي يحركها. لا هما قدروا يتحركوا ولا واحد اخر بغى. دخلت المهمة عندك وتصحابو عندي خطة محبوكة، صحابوني انا عجي وداوي، صحابوني عجي ودخلت الاعلام، خطة مدروسة مدروسة. علاش؟ باش نقول لحبابي المغرب والعالم العربي الا بغيتي توقد الا بغيتي تفيد وتربح وتربح، لان احنا اللي غنربحوا العالم الغربي ماشي هو غير ربحنا، لانه هو حصل، هو حل البيبان عليه وهذاك البيبان بقى قادر يسدها. حنا مازال عندنا السوارت، حنا بيباننا كتحل بالساروت كتسد بالساروت، غير البيبان المسدوده عندنا في الفكر اكثر من البيبان المحلوله. جيت انا عطاني الله واحد الباس بارتو على اللي خشيته في شيبه تيتحل. هنا البيبان كندوي، البيبان اللي غنزول بها البطاله. انا كنقول لحبابي الطلبه اللي كتقرا انت الشريعه وخايف، الطالب اللي كيقرا الفلسفه وخايف، طالب اللي تيقرا العربيه وخايف، كنقول له لا تخافش والله تغتلقى الوظيف بحال المهندس، لان شحال المهندس عنده شهاده عليا ولقيت اللي كيطيح قدام مشكل عمره ما شافو تيحصل، لان كل شيء مشى كيخدم غاب اللوب غوش. العالم المعاصر حريرته في اللوب غوش، مشى كل شيء خدم العقل اليسري، والعقل اليمني اللي فيه اللغه اللي فيه البنيات الفلسفيه اللي فيه كل شيء. وحنا كنخدموهم كاملين، عطانا الله 5 العقول، عطانا 2 كبار و3 صغار. فانا اش كنقول وانا الصغير ماشي انا الكبير محيد لها الالف، ان الف انا مخلي الموالي ما قادش انا الالف، الف راه عند اسماعيل، راه عند ابراهيم، محمد راه ما عندوش الف صلى الله عليه وسلم. فملي كنقول انا راه محيد لها الالف راني مقرع، واخا تشوفوا عندي شويه ديال الشعيكيك راني مقرع. فملي كتجي واحد الام وواحد الاب وتيبغيو يسكتوا ولدهم ما كيسكت من هضرتي قاطعهم، عندك وتسحابوا بانه راه فقط باغي يعرف وكيطرح السؤال وكيبين لكم اللغه وكيبين، راه مدرك ورا واحد الحجاب حيت اللغه في حد ذاتها راه حجاب، راه مدهول، راه مدهش، لانه طالع وشاف واحد الحقيقه ما لقى كيفاش يقدر يسرطها. شاف مو والده ما كايناش، شاف بوه ما تيبغيش مو كاين، شاف مو بوه ما تيحبوش بعضياتهم وخايفين تفارقوا ولاصقين بعضياتهم، شاف الحقيقه المرض المدرسه ما كتقرش وكتعصر، شاف الحقيقه ديال المواطن ولا كيخاف من المواطن وكي غادي بعضياتهم كيمثلوا، شاف الحقيقه ديال الاعلام ما تيعطي والو كيشد فلوس، شاف الحقيقه ديال المسابقات الفنيه كطير العباد الله الفلوس ومؤامره حول الثقافه وعارف حقيقتها وما فاهمش كيفاش يقولها، شاف هادشي كله ومشى ناض تكلم دار الضوضاء شتي بحال شي واحد انت كتجي معاه وكيدير لك لا باش ما يسمعلكش. فاش كنقولوا لحل الناس ماشي تحاولوا تسكتوا ما غيسكت لكمش، حاولوا انتم تطرحوا السؤال اللي هو طرحه في صدره ما قادرش يوصلوا لكم. فملي كيجلس قدام واحد الطفل والله تما والله ما عمري ما كنشوف فيه طفل، كنشوف فيه صبي صغير السن، ولكن ملي كتلقى العين مع العين كنقول لها يا روح عذري، يا روح لا تلومي، يا روح سامحي، الجاهل والخواف والطماع وبو كرش وبو فرج اش بغيتي تنتظري منه؟
صبري على دنياهم كيف صبر الشريف الغالي على دنيانا. صبري على دنياهم وسلكي. فكاين اللي عنده جهاز المناعه وكيقبل، كاين اللي كيرفض، كاين اللي كيجاهد، كاين اللي كيتعض وكيعض، كاين اللي كيتعض وكيخلي الحمو يتعض حتى كيتقاضى. فهاد الحقيقه هاد السؤال شكون اللي غيطرحها؟ شكون اللي غينوب على هذاك الصغير؟ شكون المؤازر؟ شكون المحامي؟ شكون المحامي؟ شكون اللي غيأزرو؟ شكون اللي غيدخل داخل عنده لصدرو ويقولها في بلاصتو؟ شكون؟ امو مدرة مع الاس ام اس والتليفون ومع الموضة ومع البرامج ديال الطبخ ومع الزباغة ومع الروينة، اللي ولا كلشي خصو يرقاد، اللي ولا هاد الشحمة كلشي محاربها، وما شفناش العقول ديالنا اللي تنسلات ولا فيها مرض السل، اللي كلشي بغى يتزين ومشي يحيدوا جلودهم. واش يعقل لحمك ما عزيزش عليك كتمشي عند جزار يقطعوا لك ويرميه في الانسينيراتور؟ هل معنى الجسد انه يتحرق ليا نحيد الشحيمه؟ هل معنى فنان عطاه الله صوت، عطاه الله الجمال، ويمشي ويحيد الشحمه باش يزيد زيان؟ هل هذا هو معنى الفن؟ هل هذا هو معنى الثقافه؟ عندك وتسحبوا هذا الشيء راه ما تروحش كاسئله عندهم، راه كاين اللي كيفهموا من عامو، واللي بغى يتاكد يمشي يشوف موزار. فوقاش حتى السيمفونية؟ فوقاش مشى؟ فوقاش كتب الموسيقى في 3 سنوات؟ فهذا الطفل هذا اللي كيكتب الموسيقى في 3 سنين، إمتى قراها؟ إمتى قراها؟ راه كتب سونات في 3 سنين عباد الله، إمتى قراها؟ قراها في كرش مو. يعني واخا كاين الصمت راه كاين تأمل. راه الصمت راه كاين تأمل. سيروا شوفوا العباقرة اللي حطوا نظريات في 12 عام. سيروا شوفوا الإمام مالك إمتى فتى؟ وأين فتوى؟ فتوى اللي هزت العالم. هزات العالم الاسلامي المغاربه، غاجاو خذوا الامام مالك. فانا اليوم كنقول للمغاربه، الا بغيتوا تكونوا في الاصاله والمعاصره، الا بغيتوا تشربوا من العين الحره وتدخلوا للبحر ديال العالم الحديث، عندكم تدخلوا مصبوغين، راه كاين صبغ الحمير وكاين العود الحر عندكم. ما كنقصد حد، ما كنقصد حد، انا دعوي وداوي حر. فهنا اليوم انتي امراه وانت اب، بركه ما عندنا من هذاك المزيف، زعما كفاك الدول الفرنسيه وتقول عندك بوليفيلونس وقاد وهو عواجلك، تقول طبيب وتقول استاذ جامعي وتهضر بالانجليزيه وكتهضر بالشيما وقاد هي عواجلك. فليكواسيون ديفيرونسيال الصعيبه اللي عطانا الله هي ديك السهل الممتنع، كيجيك من ولدك، كيجيك من صلبك، كيدوي معك لغه مقاده، ولكن ملي كيمشي يقرا، تخيل عندي مهندسين، الراجل مهندس والمراه مهندسه والوليدات كلهم تقول شي مستوى دراسي، تقول شي ذكاء. عندي الاب والمراه شادين راسهم تيقولوا لي يا استاذ واش حنا ما قدرناش نقريو؟ واش حنا ما عرفناش؟ قلت لهم لا بالعكس، اعطيتوا معنى ان التمكن وان الوصول عن علم هو عندي. ضرا جواب ديال قارون، قال هو عن علم عندي. قلت لهم اللي هو علم عندكم وهانتوما ودوزوا لولادكم. مرحبا. اذا مستمعينا غادي نمشي مباشره لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه، واللي مرحبا بها دائما على 0522 46 72 50 51 52، او 0522 43 00 09. اذا غادي ناخذوا اول مكالمه معنا رشيده من القلعه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله رشيدة. مرحبا رشيدة. بارك الله فيك اختي، عرفتي راه ما قادراش نهضر من انت وانا تيجي سنين هادي وانا مرحبا مرحبا الشريفة. مرحبا لله. بارك الله فيك سيدي، بارك الله فيك، الله يخليك لينا. يا ربي امين، احنا وانتم جميع المسلمين الشريفة وجميع الناس. الله يحفظك ويحفظ لك وليداتك. مرحبا لله. تفضل رشيدة. شكرا اختي سناء. المشكل اللي عندي يا استاذ. نعم لله. مع راجلي انا مريض. باش مريض؟ مريض هو في الاول كان فقيه كيصلي بالناس. كان فقيه؟ فقيه كيصلي بالناس. كيصلي بالناس، إيه هي. ومرض بالسكر وهبط ليه رجليه وحيدوه من الجوج. الله الله. ودابا محبوس في الدار وتعصب، وخا كيقرا القرآن كيقرا الحزب كل شيء، ولكن كيتعصب بزاف ويبقى يعيل على أقل حاجة. قول لي يا لالا. نعم. شحال في عمره؟ تقريبا ديك 54 ولا باقي صغير، باقي شاب. وكنت انا كل مره كنتعرض لشي موضوع كيهم بزاف. قول لي يا شريفه. نعم. علاش ما داروش ما دارش كرسي
ويكمل الإمامة ديالو ويكمل الدرس ديالو. علاش اللي تقطعوا ليه رجلو ما كاين ما كيخرجش؟ علاش ما يديرش كرسي؟ علاش قلت لك انا راه كل موضوع كيهمني وكنبغي نهضر معاك وما كنلقاش عارف تصور كندي وهو كيبكي ملي كيقول له واش هضرتي مع الاستاذ كنقول ليه لا راه ما شفتش ديال الخبر. قول ليه قال لك الاستاذ؟ نعم اسيدي. غتاخذ كرسي ولا ما عندوش كرسي ديال الناس اللي عندهم الاعاقه نجيبوه ليه حتى للدار يوصل ليه حتى للدار. بارك الله فيك. قول ليه قلعه الصراغنة راه فيها اولاد سيدي بالبهلول. كاينه راه فيها علماء. يمشي غير عند ولاد العلماء غدا ياخذ الامامه ديالو وياخذ المسجد ويعطي الدرس. معمر المعاق ما كنخرجوه من المجتمع. اسمع سيدي نقول لك. نعم لله. الله يرحمك الوالدين. والدينا ووالديك. عندي واحد العيد كبير مني غير. مرحبا لله. حبكم الله ورسول الله تفضل لنا. دابا قلت لك هو ملي كان شارك وكان تيتخلص هذيك ملي ولات يخلصوا لك الفقهاء. اييه. خلص من شهر واحد حتى لشهر ثمانية. وهو مرض. ملي مرض تحول من البلاصة اللي كان فيها وجا لواحد البلاصة حنا الإقليم ديال القلعة ماشي في القلعة غير في الجناب ديال القلعة. فين البلاصة بالضبط؟ في الجمعة ديال العرافة. اييه. ودابا مشينا قالنا الناس دفعوا دوك الوراق دفعناهم ومشيت كيخسروا عندي النمره ديال التليفون كيقول لك بقيت تسولي. دابا عندي النمره ديال الجمعيه ديال المندوبيه وعندي النمره ديال الناس اللي دفعت عندهم في بني ملال. شريفه باش قبل ما يتقطع لك عفا اختي الهاتف غنرجعك للستوندار غتخلي لي السميه ديال السيد والهاتف ديالو وغادي نتصلوا بالحباب ديالنا تما في الاوقاف وغادي نوصيو عليه الناس في المندوبيه ويرجع المسجد ديالو ويرجع يعطي الدروس وياخذ كرسي ديال المعاق. ما يمكنش قلت لكم المجتمع المغربي يفرط في المعاق. سيدنا الله ينصرو اول مؤشر واول اشاره عطى لان هذه هو الرحمه راه حضاره كتاسس. سيروا مشيه الضعيف منكم راه ولد الشريف راه جده هو النبي صلى الله عليه وسلم راه مشى جسد الامور اللي كتبعث الرحمه في المجتمع. فملي مشى اعتنى بالمعاق واعتنى بالمريض في المستشفى واعتنى بالفقير شنو كتعني؟ كتعني لا تقورين هذاك الضيف. فهذاك هو الحد الادنى ما كاينش ما قل منه. ملي كيتقوى هذاك كيبقى اللي فوق منه كله غادي كيتقوى. فين يوقع العليم فقيحه من اللي كتاب الله راه ربما التجربه اللي عنده ولا ربما النصائح اللي عنده ولا ربما الحكمه اللي عنده شحال تفيد من شاب شحال تعتقنا من طلاق اللي اصبح عندنا حنا هذا الافه ديال الطلاق كيتكاثر بحال النمل. تزوج وطلق تزوج طلق تزوج طلق وتزوج طلق ولد. فاحنا كنتفاجئوا هذا العنف اللي غادي كيتكاثر في العالم العربي شنو سببه؟ قلت لكم راه الخليه الاسريه مع خصنا حمايتها. فبقيت كنقلب قلت انا ملي وزاره الاجتماع ما قادرش تشمر ولا ما باغياش اما ما قادرش اما ما باغياش علاش انا نبقى نقول لها وناس اخرين راه حنا خصنا المساعد الاجتماعي. المساعد الاجتماعي راه كاين هو الفقيه هو الامام ها المساعد الاجتماعي ها المحلل ها المفكر. نوضو حنا نخليو هاد الوظائف ونخليو هاد الصفات الغاليه والعاليه نخليوها تهمش ونبقاو حنا واقفين في واحد الباب كينساينو وامتى يوجد الباكور باش نفطرو وامتى توجد الهنديه باش ناكلو. يا ودي واش حنا كناكل الموجود ولا كنبقاو نقلبو ميتين من جوع تاعي الوجد. مرحبا. نواصل دائما مكالمات اللي كنتوصلوا بها على 0522-46-72-51 او 0522-43-00-09. معنا ربيعه الخط من الدار البيضاء. الو ربيعه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخت سناء. الله يبارك فيك. مرحبا. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله. ديال الاستاذ لاباس عليك؟ الله يخليك لاله. صحه لاباس. الله يطولي عمرك لاله. تنشكركم على هذا البرنامج بزاف. شكرا على واجب لالا. ما تصوروش شحال نورتوا لنا حياتنا وتفكيرنا وعلاقتنا الله ورسوله علاقتنا مع اولادنا ومع جيراننا ومع عائلاتنا بزاف. مرحبا لالا. مرحبا. لالا يخطيكم علينا. تفضل اختي تفضل. انا من ربيع من كازا عمري 32 عام عندي واحد المشكل مع ولدي. سمحي على الدخان. ماشي مشكل تفضل. انا كنت مجوجه وطلقت مع واحد السيد. يلا ولدت ولدي وطلقنا. شو سبب الطلاق؟ طلاق سبب ديال العائله ديالتو. بحال انا كنت نافسه نعس الدار تجا واحد خرج رجع لي من الدار وراح للزنقه. انا ولدي باقي يلا عنده 4 ايام. هكاك بدون سبب؟ هكاك بدون سبب. انت متاكده؟ متاكده لانه ما كانوش باغيين لي اصلا من الاول. وراجل كان باغيك؟ راجلي كان باغي ولكن راجلي هذاك الوقت ما كانتش عنده شخصيه. قال لي قالوا خوتو هي اللي كاينه.
انت لاحظتي بانه نهار اللي كنتي غتزوجي بانه عنده هذا الضعف هذا لاحظتي ولا ما لاحظتيش؟ ما لاحظتش لان انا ما كنتش ناضجه، كنت تزوجت على 16 عام. الله ما كانش عليك النضج اللي عندي دابا. واش زوجوك واش زوجوك ولا تزوجتي؟ لا انا تزوجت بخاطري هكا 16 عام عجبك السيد ومشيتو تزوجتو. اجا السيد عجبني تلاقيت معاه تفاهمنا جا للدار قدم الدار جاو معاه والدي جاو مع خوتو. ملي كتقول اش شريفه تفاهمنا اشرح لي المعنى ديال تفاهمنا. يعني تفاهمت هذاك الوقت تفاهمت انا وياه بحالاش؟ هضرنا على بزاف د الحوايج، هضرنا على بزاف د الحوايج تناقشنا فيهم في هذاك الوقت. بحالاش؟ عطيني شي امثله ديال تفاهمنا. يعني هو عجبتو عجبني هادي داخله في تفاهمنا. انا عز عليا انا عز عليا اللعب هكا فكريا غير العب معايا العب معايا لا ربيع مشكله استاذ دابا داخله في تفهمنا عجبتيه وعجبك زيد قول لي فاش تفهمت عاوتاني. فهمنا انا نستقر في الاول في عائلته ومن بعد نديرو السكنه ديالنا بوحدنا. من بعد صبر معايا واحد العام ونديرو السكنه بوحدنا ونستقر بوحدنا. انا عائلتي ما فاهمش معاهم. عمرك شتي دري صغار كيلعبوا الطبيب والممرض في الجرده؟ لا أبا الله كيفاش لا، انت سيري خرجي على شي جرده وشوفي الدري الصغار كيلعبوا واحد المريض ولا واحد البنيه كتلعب كدير دور الطبيب كتشوفهم كيلعبوا هذا كل عام ولا لا؟ وي ياك كتشوفيهم؟ اه نقدروا نديو شي واحد مريض عندهم يداويوه؟ لا علاش؟ لانهم ما ناضجينش لانهم ما عارفينش ما عارفينش وعقلي على هادي. داكور ولدك شحال في عمره لا؟ دابا عنده 16 عام. شنو المشكل اللي كاين لا؟ المشكل هو انه هو ممطلقنا ودار ليا راجلي واحد المشكل داروا على عائلتنا. ومشى تشد فيها. ايوا. ومن يتشد خرج. ومن يخرج ما جاش سول على ولده نهائيا ما سافاني ايا نهائيا ما سولش فيا انا ما دعيتو على نفقه حتى شي حاجه. كنت خدام على ولدي وباركه مع ولدي تكبرت ولدي. لاله ربيعه. نعم سيدي. تزوجتي على 16 وولدك عندك معاه المشكل دابا عنده 16 صدفه ولا عجب؟ ممكن صدفه ماشي عجب. ممكن عجب. وشنو اللي كاين في العجب؟ ممكن في العجب هو ان ولدي يلاه لا 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 خليك معايا في الجمله ملي كنقولوا حنا المغاربه هذا عجب شنو كاين فيه؟ كاين فيه سر. ممكن بحال ماشي ساحر في السير كيدير لك واحد اللعيبه كتقول ويلي العجب هذا. العجب انك ما عارفش السر اللي كيستعملوا باش كيدير لك العجب. فدابا عجب هذا ان هذه المساله هذه غاتعيشيها مع ولدك في نفس السن اللي تزوجتي فيه عجب هذا. او لا سؤال هزيتيه وبغيتي توضريه وضرب دور السؤال ورجع عندك. اين السؤال؟ ما عرفتش. سؤال ما حقيقه تكوني امراه ما حقيقه تكوني زوجه ما حقيقه تكوني ام شنو مستواك الدراسي؟ تقريبا 9 اعدادي. حاليا شنو خدمتك؟ حاليا انا ما خدامش. وشكون اللي معيشك؟ معيشين والديا. وهل معقول 34 عام بصحيحتك يعيشك والديك؟ ماما استاذ كملي في الموضوع هذا ماشي مهم هذا السؤال كملي الموضوع. لا مهم جا هذاك العام اتصل بيا بالمؤسسه اللي تقرا فيها ولدي الاعداديه. مشى عند المدير قال لهم انا بغى نشوف ولدي وبغى نتسامح مع ديك السيده. اتصلوا بيا الاداره ومشيت رحبت انا قلت ما كنت شي مشكل هذا راه ولده من حق ولده يشوف با ومن حق با انا كل شيء عندي قبل ما غاديش ارفض الفكره. صافي هيئت الدري على انه الباكره خصك تشوف باك والدري ما تقبلهاش في الاول. مو بقيت معاه بقيت معاه بقيت معاه وتوفيت تتقبل باه. بقى يخرج ويدخل معاه تفاهم معاه لان الدري محتاج لباه. تفاهم معاه مزيان كانت عنده هذوك العقده ديال ان النقص ديال باه. العقده الحمد لله ما بقاتش عنده. ما بقاتش الدري تحلت. العقده كنتو كتشوف فيها وشتو تحلت؟ انا بانت لي تحلت في الدري ما بقاش. هاكاك بانت ليك بانت ليك تصور. حتى في الدراسه تطور. حتى في التعامل مع الدراري صحابه ما بقاش وليت يلعب مع الدراري يسحقل مع الدراري ولا فرحان باه هذا بابا هذا بابا فهمتي الدماء هذا هو بابا. المهم دابا تقريبا مو هضر لي معايا با وقال لي ممكن ترجعي ممكن هادي ممكن هادي ممكن. وانتيا؟ انا هذا رحبت بالفكره. تفهمتوا عاوتاني؟ قلت لهم انا رحبت بالفكره على قبل الدري. المهم صافي دابا تقريبا صافي دابا شهرين.
باش توفى سيد باش مات الله يرحمه ورحمة الله. مشى عند مشى صحيح صحيح تصقص قلبيه مات مسكين في الاصل الله يرحمه ويوسع عليه. مو مستوى المشكل دابا المشكل هو ان ولده ما يمشى عنده المجازة باش يمشي يشوف باباه لقى المجازة مسدوده خرجوا لي الناس اللي خدامين معاه كيعانقوا في الدري قالوا لي ربك مات وبوحدو الدري ما يعني قالوا لي هاكاك نيشان قالوا لي ربك مات الدري بحال تصدم طبيعي بحال تصدم يعني يلا تحيدت من العقده ديال النقص ديال با يلا بدا يتعود وبدا واحد اخر صدم المهم هز واحد السيد هدر عمو هذيك السيد اللي دا ما تعرفنيش حنا تعرف هدر عمامو هدر عمو واحد عمو هزو دا سبيطار علاش دا سبيطار باش يشوف دا سبيطار باش يشوف بابا لا حول دا باش يشوفو ودخلوا في بلاصه الفرقوات وهو بوحدو ما دخل واحد ما دخل معاهم لا حول ولا قوه الا بالله هذاك هو انا هذاك هو اللي بقى فيا الحل وانا دريت صدام فيها مزيان صدام فيها مليون في المية صدام فيها تبارك الله الذكاء موجود بزاف تصور على الاقل على الاقل يخبروك انت الا سمحتي ربيعه الا سمحتي ربيعه معنا فاصل اعلاني وغادي نرجعوا ناخذ التساؤل ديالك خليك معنا دون بروفيسور نجاوبوا ربيعه نصيحتي لربيعه ان الطريقه باش ولدها توضع قدام المعلومه ديال وفاه الاب هكا يدخل لامورغ ويشوفوا باه في الثلاجه لاحظتوها هي خارج الحضاره ديالنا احنا في حضارتنا كنحضروا واحد الفقيه كنحضروا واحد الواعظ كنحضروا شي راجل للعائله تندخلوا نترحموا على هذاك الشخص اللي توفى تندخلوا نتخشعوا في هذيك اللحظه تنقراو عليه شي ايه من القران تندعوا معاه وتنتسامحوا معاه وتنطلبوا منه السماحه كنلقنوا لولادنا الدعاء كاين دعاء الميت فرحتو ملي ما تصاغتش هاد الحدث ما تعطاش لي حله ما تلبش المعلومه جات هكاك قرعه المعلومه جايه حاره تحطات للدري ما هي خصها صيغه حضاريه ملي كتشوفوا بعض المسلسلات الامريكيه كيجعلوا الشخص يشوف هذاك الميت من وراء واحد الدجاجه راه كتشوفوا في الافلام الامريكيه اول حاجه كيديروا في التشريح كتشوفوا تيغسلوا وكيدير حركات لطيفه مع الجسد لانهم هما تيعطيو معنى حضاري ولو انها في حقيقتهم راه لا لان في اوروبا ولا في امريكا الا بغيتي تدفن واحد راه غالي راه اغلبيتهم كيتحرقوا اغلبيتهم كيمشي للانسينيغاتور كيعطيوه ليه في صندوقه ولكن هما في المسلسل هما في الفيلم ما غادي يمشيش يوري يشوف باه كيتشوط تيوريونا في المسلسل ان العلم في خدمه الحضاره الانسانيه فتيبان لك تيغسلوا تنظفوا ما في الحقيقه راه حاجه اخرى فدابا هنا خاص الشخص اللي غيخدم معاه نصيحتي انها تاخذ من ستوندار رقم البيدوبسيكياتر اللي كنا استضفنا اللي كتشتغل في مستشفى ابن رشد وتزورها هي ولدها باش دار اعاده الصيغه نصيحتي عليها على حسب الامكانيات اللي عندهم انهم يديروا واحد الليله صداقه في الدار عندها وولدها يشوف الام ديالو دايره صدقه كترحم على الراجل اللي كانت ناويه ترجع ليه يشوف صيغه الحب كتبنى في الغياب الله سبحانه وتعالى في القران تيعرف نفسه بجوج ديال الصياغ كيعرف نفسه في القران كيقول لنا إنني أنا الله بصيغة الحاضر وكيعرف نفسه الله الذي لا إله إلا هو بصيغة الغائب شنو الحكمة شنو السر شنو المقصود أنه يعرف نفسه بصيغة أنا وبصيغة هو كيقول لنا بصيغة أنا راه هو ملي كيكون حاضر معاك وسريع الحساب كيتحاسب معاك في البلاصة بصيغته هو راه في نفس الوقت حاضر معاك ولكن صابر عليك وعلى خطائك لأنه عرفك نفسه بهو يعني غايب
اما هي راه في هذاك هذيك راه اسماء مجازيه، اما هو راه حاضر، راه علاش كي في الاسماء ديالو الظاهر الباطن، هو راه ما غايبش هو راه حاضر، ولكن جعلنا حنا نساوه راه حاضر، راه هو في حكمته بغانا نساو راه حاضر. فلهذا كتلقى بعض النوبات واحد حامل اللي كيتاب له وكيشرب شراب، كتلقى عالم وكيزني، لان في هذيك اللحظه نسى راه حاضر، فراه حكمه ربانيه بغانا نساو. فلهذا عرفنا بصيغه هو. فهنا هذا الشاب هذا لاحظتي كيفاش كان كنلقم الجواب ديالي من الحكمه اللي موجوده في الحضاره 14 القرن، كيفاش كنلقم يعني كنمشي كناخذ الاقامه، شنو هي كناخذ الاقامه؟ كنمشي كناخذ واحد النبته، نبته معطره كنقطف منها جوج الاغصان وتنديرها في برادتي، فبغيتها تلبس واحد اللباس وتجيب واحد طلبه لدارها ودير واحد الكسكسو وتحط ولدها حداها ويقراو الناس القران ويدعاو وتحزن وتبكي اللي وتقول ليه اولدي انا راني كنت ناويه نرجع مع باك، اولدي انا راه كنت ناويه. لاحظتي ملي قلت ليها 16 شتي كانه جا لها البدايه العلاقه الزوجيه، شتي كانه طرح السؤال علاش تزوجتو النهار الاول. شتي دابا شوف صدفه هذه هي، شتي دابا السؤال راه سؤالها هي تجسد فيه هو، دخل في لحمه. والوقيته اللي جا العداد وجا الرمز، الرمز غير بان السؤال وقال ليه لقد ان الاوان تخرج. ف16 هي ان فيكتور، هاي رمز سي ان سامبول، عيطات على السؤال. السؤال شنو خرج؟ غيفعل لك حالات، غيفعل لك عوارض، غيدير لك اعراض، غيدير لك تفاعلات، ولكن راه المقصود هو الجواب. الجواب راه ماشي لفظي، راه حالي. اما لكان فقط لفظي راه ما غيجديش، لن يجدي، واخا ذبح عليه جدي. معنا مكالمة أخرى من مراكش، معنا هشام على الخط. ألو ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام دكتور. مرحبا سيدي هشام. لاباس عليك؟ مرحبا. آمين. الله يخليك. أنا طبوز هذا. مرحبا سيدي، مرحبا. مرحبا. أنا سعيد جدا حيت كنهضر معكم. الله يبارك فيك. شكرا. معكم هشام حارس أمن في مراكش. تبارك الله. وبغيت نشكرك بزاف حيت كتشكر فينا نتايا وكتهتم بنا زعما وكتقول في حقنا. الله يا سيدي، وقليل 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 اخويا، قليل قليل، لانه انتم بكم باش المغرب مامن، بكم باش حاجات المغاربه مامنين، بكم باش رزق المغاربه وطمانينه المغاربه مامنه. الله يوفقكم وشكرا جزيلا، الله يكثر مثلكم اخويا. مرحبا، ولو ان المهمه ديالكم ما سهلش. ايوا شويه صافي، الشاب ديالو كله كرمتو كله والحمل ديالو داكشي اللي كاين. نعم سيدي هشام تفضل. نصورك واحد الاستفسار ان شاء الله. بالنسبه لي انا كان بعض المرات باش كنسمع شي حاجه كنتاثر بها ولا شي حاجه كنشاهدها ولا شي مشكل هذا كيبدا يجوني الدموع كنبدا نبكي بزاف. الله الله، هذا الشيء عادي ولا عادي يا سيدي؟ عادي. الله الله سيدي هشام في القران الكريم تيقول لنا الذي اضحك وابكى، لماذا نسب اليه الضحك والبكاء؟ لماذا؟ ايوا حيت هو اللي كي الاحوال بيديه يعني. اه سي دابا سي دابا ملي قلتي الاحوال بيديه ذكرتي حديث. ايوا راه كاين حديث هذا هو بدايته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حال المؤمن بين يدي الرحمن. شتيها انت بذكائك العاطفي طلعتي حديث، يا قلت لكم الارواح جنود مجنده، شوف روحه طلعت حديث. لا لا مانيش كنسمع، كنسمع فيك اسمح لي قطعتك. مرحبا سيدي. الارواح هادي وهادي وفعلا داكشي اللي كتقول منطقي جدا زعما شي حاجه اللي كاينه فعلا. فهذاك فهذاك هذاك البكاء اللي كتبكي هذيك راه كيتسمى رهفة المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الايه الا من اتى الله بقلب سليم، انه ما غيدخلش للجنه الا من اتى الله بقلب سليم. فالصحابة سولوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف نأتي الله بقلب سليم، بغاو يعرفوا. فقال هم أناس قلوبهم رقيقة كقلوب الطير. بالك سي هشام؟ فهنيئا لك بالقلب الرقيق، غير عفا خويا البيضة المح ديالها راه مغشي. داكشي إلا خليتي المح البيضة منه لبرا راه غادي يمرض. غادي يمرض. إلا كانت البيضة حطي البيضة بالقشرة ديالها كتشد مدة باش ما كتخسرش. أييه. ولا حيتي لها قشرة. خصها طيب ولا تكرم ولا تلاح. دابا دابا راه كاين القشره وكاين الغلده. شنو الفرق ما بين القشره والغلده؟ ما عرفتش. الغلده هي القساوه.
فدابا الا ما درتيش قشره جهاز المناعه النفسي ديالك مع المده غادي يقدر يردك قاسي باش ما يخليكش تدمر دابا شنو خصك دير؟ خصك لابد ما تثبت نفسك وتقول الله صبر بحال هذاك الجندي اللي كيجاهد وكيدخل في واحد الحرب اللي العدو كيقيس ليه بلاده ولا تيقيس ليه ارضه وكيشوف خوه كيموت حداه وكيشوف صديقه كيموت حداه واش كيهرب وكيرمي السلاح ولا كيتبت؟ لا الثبات هذاك هو هادشي هذاك الثبات هذاك هو انك تعطي معنى تقول كل من عليها فان راه كل شيء هذا اللي مات دابا وهذا اللي مرين وهذا اللي هذا كل انا وانت كل من عليها فاني ملي كنشدوا هذاك الخروف اسي هشام وكنبغيو نذبحوه في نهار العيد ولا ملي كنبغيو نذبحوه باش نستافدوا من اللحم ديالو واش كيعطينا رقبته للذبح وهو راضي ولا تيعطينا ياك راضي ياك راضي جدا اذا كيعطينا رساله ولا ما كيعطيناش رساله؟ كيعطينا رساله شنو المحتوى ديالها؟ ايوا طاعة الله والثبات تيقول لك تيقول لي ويقول لك هذاك الكبش وشوف انا كيرضيت انك تاخذ حياتي وتستافد من لحمي وانا راضي ايوا عندك ملي تجي نوبتك ما ترضاش انا نهرب واقيلا لا بالعكس غنثبتوا ان شاء الله السلام عليكم سيدي هشام تحياتنا لك يا سي هشام شكرا لك بزاف على تواصلك معنا من مراكش اذا مازال نوصلوا باقي المكالمات معنا حبيبه من تارودانت ومن بعده غادي نعملوا فاصل موسيقي الو حبيبه الو الو معنا خديجه على الخط نعم مرحبا خديجه من الدار البيضاء السلام عليكم للا وعليكم السلام مرحبا للا بغيت اخويا نهضر مع الدكتور مرحبا انت معنا مباشره في البرنامج تفضلي خديجه مرحبا للا خويا كنشكركم بعدا كان على هذا البرنامج لا شكرا على واجب للا خديجه مرحبا سيدي انا عندي مشكل مع ولدي شحال في عمرك للا خديجه؟ عمري 39 سنه كاين شي عمل كاين شي خدمه كنخدم كندير الميناج خاوة ولا بحال هكا شي موبايل ولا المهم خدامة على ولادي صافي شحال من وليدات عندك لالا خديجة؟ عندي جوج وليدات والزوج ديالك معاكم فاش خدام راجلك؟ الزوج معايا كاين معايا في الدار ولكن ما خدام ما والو النهار الأول خديته ما خدام ما حتى شي حاجة شحال في عمره؟ في عمره تقريبا شي 54 وكاع 55 واش ما قادرش يخدم ولا ما باغيش يخدم؟ لا هو ما باغيش يخدم الله اكبر هو ما باغيش يخدم الله اكبر انا يمتعفها على قبل وليداتي خارجة نخدم في القهوة شحال من وليدات شحال من وليدات عندك؟ عندي جوج الوليدات لا عندك ثلاثة لا عندي جوج لا عندك ثلاثة هذه هو ثلاثة عندك واحد كبير شي بالي وجوج صغار دابا قولي عندك ثلاثة الأولاد عندي ثلاثة ولكن هو ما لا دابا عندك ثلاثة الأولاد ما تيقولش لي عطيني وإنما وراه واكل مسكين ودرويش وما مصدعك ما والو كياكل طعيمة وينعس حداك وداعي معاك الله يجازيكم بخير هي تفضلي على كمل عندي الوليد ديالي الكبير في عمره دابا 10 سنين ولكن الدري ما بغى يقرا ليا ما والو خرجوا ليا من المدرسة يلا قرا ابتدائي الأول التحضير شكون اللي واش شكون اللي خرجوا من علاش خرجوهم من المدرسه؟ طردوا ليا من المدرسه الحمد لله ما كينجحش عامين وثلاث سنين وهو في التحضيري هاكا الدري ما عندوش الدماغ ديال القرايه والو بحال شويه ناقص عقله الشريفه انت يا بنت دار البيضاء ياك؟ بنت دار البيضاء كتعرفي حي ليرميطاج؟ شنو بلاصه؟ حدا مدرسه مولاي عبد الله لا ما عرفتش ما عرفتيش؟ لا فين الموضع انت كتسكن؟ انا كنسكن في اناسي في اناسي وديت لواحد الجمعيه عابلاتي عاب شويه يعني عابلاتي دابا انت في اناسي كتعرفي شارع انوال شارع انوال عرفتيه شارع انوال عرفته غتمشي الاول ديال شارع انوال ملي كيتلاقى مع دومارس في الاول ياك راه كاين تما واحد المركز ديال الجدارميه في الاول ديال شارع انوال عند دومارس كيتلاقى في الاول ديال شارع انوال تما غتسول على لسي مولاي عبد الله واخا دابا انا ما عرفتش ولكن الراجل اختي معايا في الاجتماع راه هو دابا كيقيد غيمشي
مقابل مع مدرسه مولاي عبد الله راه كاينه واحد المدرسه الله يجازي موليها بخير. هذيك المدرسه راه كتاخذ وليدات المغاربه اللي هما مطرودين من المدارس وكتقريهم بالمجان. مدرسه هائله يعني ما نقول لكمش مدرسه مخيره. ما كيخلصوا ومدرسه يعني راه عريقه في الدار البيضاء قديمه في المغرب. غتمشي لها مقابله مع مدرسه مولاي عبد الله مقابله معها. غتدي والدك غادي ياخذوا الوليد غادي يقريوه لك وغيتبعوا معاه حتى يوصلوه للمستوى اللي يقدر يمشي به التكوين او اللي يدوز به بكالوريا حر. حر. دابا الوليد مسكين عارف نقول لك الا شتي بحال هكا ما كنخافش عليه كيمشي للزنقه كيلعب كيتسخر وكل شيء. ولكن تجي بحال هكا تقول لك تبيع اليفون ولا باع ولا شي حاجه ما كيعرفش. شريفه بديت الجامع باش يقرا القران وداك الشيء والو جاو عليه. ما غيجريوش عليه تما. ها انت غير دي ولدك تم وانا غنتصل بهم وغنوصي على ولدك. غير دي ولدك ان شاء الله يكون خير. بارك الله فيك. مرحبا لاله خديجه. مرحبا. واحد الجمعيه في التشارك وقالوا لي خاص الا بغيتي نقبلوا خاص تيدوز لينا امتحان بالفرنسي. وي 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 لا لا قول لهم ديروا معاه حتى امتحان بالريفيه وبالشلحه والزيانيه وديروا ليه الشينويه وديروا ليه كل شيء. واش حنا بغينا نعتقوا مواطن ولا بغينا ندفنوا؟ صعوبه خصو القانون. وي واحد حاصل كيقول لها واش تصدقل. مرحبا لاله خديجه. اذا مستمعينا غادي نتوقفوا للحظات مع فاصل غنائي ونرجعوا دائما في برنامج مع المحلل رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك دربي دائما على ميدغ. مستمعينا ورجعنا دائما رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك دربي. مازال غادي نواصلوا باقي المكالمات نكملوا بروفيسور التساؤل نكملوا مع خديجه لان تفضل بروفيسور اكدتي على حنا بات لنا غير جوج الوليدات ولكن اكدتي على ثلاثه يعني شنو القيمه ديال هاد دابا كاين راه قلت لكم كاين الواقع وكاين التصور ديال الواقع. فمن باب الفهم ديال الطفل من باب الفهم ديالو من الموضع ديالو كيعرف بان الاب هو اللي كيجيب الخضره وكيجيب الديسير وكيجيب الفلوس لان هذاك الطفل راه كيخرج للشارع راه كيشوف الاباء ديال الوليدات الاخرين هاز قفه وكيجبد المصروف من جيبو وكيعطي لهاد الدري درهم تيقول ليه عافاك بابا اشري لي حلوه وتيشري لي حلوه كيشوف هو الاباء وهو راه ضمنيا راه عنده الرجال قوامون على النساء دابا راه ولاو النساء قوامون على بعض الذكور. فهذا المعنى هذا من باب الطفل راه تساوى هو وياه. فرانسواز دولتو اللي بغى يتاكد من هذا الكلام هذا كاين واحد الكتاب كتبته فرانسواز دولتو سميتو توتي لونغاج يقلوا عليه توتي لونغاج. فهاد الكتاب هذا فرانسواز دولتو كتبين الاباء ان الكلمات اللي كنتعاملوا بهم والخطاب اللي كنخاطبوا به الوليدات ينسخ لنا وتيمسخ المعنى. فكتقول هي في الكتاب ديالها وهي راه حكيمه وذكيه لاحظتوا انني كنزعزع المواقف حول بعض النظريات ولكن انا ماشي بسيكوتيك ما كنلغيهمش انا كاوتيك انا ماشي بسيكوتيك انا كاوتيك. وسير الانسان يمشي عند هارفارد ويشوف لي ديغني ترافو على لو سيرفو ويشوف واش لو سيرفو كيخدم دي مانيير اوردوني ولا كاوتيك. انا كاوتيك كنخدم بلو كاو ولكن اللي عارف قيمه لو كاو لان راه كاين العشوائي القانون العشوائي والقانون الفوضوي. وفي القانون العشوائي راه كاين قوانين رياضيات هائله راه تما فيك اللعب. يعني اللي بغى يدخل عندنا خصو يدوز من واحد الباب مكتوب عليه الحماق هاكا كتهز عينك فوق الباب باب الحماق حيت الجنة راه فيها الابواب فيها باب الصلاة باب الصيام باب الجهاد باب مفرح الاطفال وراه كذلك في الحكمة كاين باب العقلاء باب العلماء باب الفقهاء باب الحماق. انا راه دخلت من باب الحماق وقد علي رسائل دخل من باب العلماء رسائل دخل من باب الفقهاء رسائل دخل من باب الاساتذه والمهندسين لا دخل من باب الحماق. تبغى تسلم على واحد ما تبقى عارف واش تمد يدك ولا رجلك ولا لسانك خصك دير المعنى عاد كتجي اليد. واللي بغى يفهم يمشي لعند لي فخير كوان
وعاودوا تفرجوا في الفيلم ماتريكس. راه مش عباقره هاد جوج، وماشي صدفه تكتبوا جوج، وماشي صدفه كوين وحنا عندنا عائله كوين راهم فاس، راهم مغاربه زيدك ولا بركه. فهنا ملي عطيت المعنى فرانسوا زولتو كتقول ردوا البال، ملي الاب تيقول لولدو va voir maman سير شوف ماما، كتقول فرانسوا زولتو رد البال، ملي انت اب كتقول لولدك va voir maman ما قالش va voir ta maman، راه صبح الاب في هذيك اللحظه مقادوه وياه في مع امو. va voir maman يعني انت انا باك راه حتى هي ماما، اما va voir ta maman يعني انت كتشوف فيها ماماك، انا راه ماشي ماما ديالي، انا راه ما فام. فهنا كتخرجوا من لانسيست ستركتوريل. شنو هو لانسيست ستركتوريل؟ سو سون دو بيرسون دون دو طون ديفيرون ايون اون ميم بلاس، هما جوج اشخاص في اوقات مختلفه كيتلاقاو في الحاضر وتيجلسوا في نفس المكان. ممكن؟ لا يمكن، الا واحد غيطلع فوق الاخر. هذا هو اللي كيتسمى لانسيست ستركتوريل. ودوروا العالم وقول شي واحد يشرح لكم التيوري ديالو، اجيو عندي وريوه ليا. كيفاش اللي كيعرف ليه؟ اغلبيه كيعرفوا لانسيست سيكسويل، لانسيست ستركتوريل والو. فانا ملي قلت لي عندك ثلاثه الاولاد بينت ليها اصل الجدر، شتي ولو انها تكون اميه ولا قاريه، ما شغلناش حنا في قاري ولا ما قاريش، حنا دورنا نسميو الواقع، نوضعوا له كلمات، لان الحقيقه راه كتسمي راسها، راه كتبان لك. شكون اللي صعب؟ اللي كيبان ولا اللي تسمى؟ اللي صعب اللي كيبان، راه الفعل اخطر من الجمله. واحد كيمس في واحد، وواحد كيسمي، هذاك اللي يسمى كيقول لك عيب، والاخر اللي كيمس في الاخر لا، حيت حطب لا ما بيناش لا سكت، اللي كنسميو. حيت السميه كتفضح الفعل، كتجعلو يخرج، وكتقول له شوفوا. دابا ملي قلت لي عندك ثلاثه الاولاد، اشنو درت؟ حركت فيها الكرامة الزوجة. دابا تي غتشوف راه غتشمر ليه. مشات تقول له شوف، نقول لك الله يحفظك، دير فراش راه دبر راسك، ما خويا غتنوض تخرج تخدم. حيت راه هادو هما الامهات، هادو هما الزوجات، ما عدا الا كان مريض مرض اعاقة كبرى، ومن باب الاحسان وجب الاحسان به. اما الا ما كانش مريض وكان بكامل قواه العقليه والجسديه وطالق الركابه، هما اللي قلت لكم عندهم ركابين فيهم 50 وضغمه فيها كيلو ونص، وتيضرب الطاجين عاد ضغمه كيساري نص فيه، امي اعطيني درهم ولا اعطيني باش نشري دو طعام، وفمو كينضغ وكيهضر، وكتقول ليه امو مسكينه وهاكا الوليدي انا راضيه عليك. علاش راضيه عليها الحاجه؟ اش دار؟ اشنو دار؟ مشى حط كاركور في بلاصه الغائط، اشنو دار؟ مشى خرج كواسون ديفيرونسيال، علاش راضيه عليه؟ علاش؟ راضي عليه حيت البلدة تجسدات الشحمة واللحم وتحطت قدامك. فلاحظتي دابا هاد الطفل ملي هذاك ما بغاش يخدم هو ما بغاش يقرا، ملي معنى الحياة اللي هو با خصو ينوض يخدم علينا ما مشاش. لاحظتي لو فيكتور، قلت لكم راه الفضاء عنده اتجاه، يعني عنده اون فورس غرافيتاسيونال جراه. هو انا طفل اعطوني معنى يجرني. شكون هو حقيقة با؟ شنو هي حقيقة عمي؟ شنو هي حقيقة خالي؟ تخيل دابا العائلة راه كيجلسوا مع هذا السيد وكيشربوا مع كاس داتاي وكياكلوا مع الشفنج وكيضحكوا معاه، وتا واحد ما تكلم معاه. مرحبا. إذن بروفيسور غادي نكملوا باقي المكالمات دائما على 0522 46 72 50 51، أو 0522 43 00 00. معنا ملكة على الخط من دار بيضاء. ألو ملكة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم أستاذ. مرحبا لالا. دايرين بخير؟ بخير لالا، الله يطول عمرك. الله يجعلك من الناس اللي غيكونوا تحت عرش الرحمن في القيامة. حنا وانتم جميع المسلمين جميع الناس لالا. بارك سيدي الله يحفظك وما يخليك صحيح. يا ربي امين. حنا وانتم جميع المسلمين جميع الناس. بارك الله فيك. الله رسول اختي مرحبا لالا ملكة. عندي سيدي واحد سرية عندها 14 عام. ومتطاربة في القراية ديالتها بزاف، وكتقول لي الوالدة تخليني بغيت هواية وبغيت نقرا. أها. وأنا سيدي سيدة أرملة. إيوا. وما عارفة والو. فين كتسكن؟ دار بيضاء. نعم. كتسكن في دار بيضاء؟ معنا في دار بيضاء. في دار بيضاء. شحال في عمرك لالا ملكة؟ أنا في عمري 56 عام. كتحسي براسك شارفة بزاف شوية؟ مرتاحكا لا كتحسي انت براسك شيبانيه شارفه ولا كيفاش كتحسي براسك لا ملكة؟
ها؟ شويه مره هكا عندك تقول على راسك راه شيختي وشبتي وعيتي. ها هي هو ها هي هو راه باقا عندك وريده 14 يلاه بدات بارك الله فيك سيدي. انا تكفل بها ايتيم هاد البنيه تبارك الله. امتى تكفلتي بها لاله؟ مني الله زايده الله الله. وعارفها هي في خبرها؟ ايه تتشوف ما ما شاء الله الله يرضي عليك. كاين شي عماله لاله مالكه؟ لا لا ربت بيت ارمله ربت بيت. وكيفاش كتعيشوا؟ منين منين كتعيشوا؟ مخلي عندي واحد الاجره ديال لانتريس. تبارك الله تبارك الله. اش من هوايه بغات تدير بنتك وعلاش ارتبكتي ملي تكلمت على الهوايه؟ كنت عارف العقليه ديالنا كديرين اش خليتي انت نسجل معطوب. ولا كان معطوب نرموه نقادو في اللي يتقاد يا كان صايبوا الفم اللي كتحط راس يا كان من الفم باش ناكلوا اللحم عارفوا نصايبوه والافكار اللي ما هياش نخليوها. اي ولا شنو مخوفك؟ شنو مخوفك لاله مالكه؟ شنو مخوفك؟ مخوفني دكتور هي كانت قالت لي بغات داكشي ديال الجيتار وانا داكشي ما كنفهم فيه والو. وديها المعهد راه كاين معهد عندنا في المدينه القديمه. راه المعهد راه شارع اللياقوت غتهبط مع 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 الشارع من جهه بنك المغرب. ايوا تبارك الله راه الحاج يونس استاذنا وحبيبنا وراه غيشدوا بيديها. علاش لاله؟ بالعكس الجيتار ايوا تمنك فيا بزاف ولات تجربت نقطة ماشي مزيانة في هذه الدورة. ودابا واش كاينة علاقة ولا ما كايناش علاقة؟ عاد العلاقة مع الدرية في المدرسة. لا 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 أنت ما فهمتيش الجملة بتعمي غير بشوية. نعم نعم. شنو العلاقة بأن ما عندهاش هواية؟ و نعم. واش كاينة علاقة بأن بنتك تطلب هواية؟ نعم. وهذه المشاكل الدراسية كاينة شي علاقة بين هاد الأمرين ولا لا؟ لا ما فهمتش مازال مزيان. واخا أنا غنبسط لك. دابا بنتك واش متعة ولا مخنوقة ما بين الدار والقراية؟ الدار والقراية الدار والقراية. لا كنخرجوا كتخرج بعض المرات تيجيو عندها شي صديقات ديالها بعض أيوة. ديال الوالدة بغيتي نمشي معاهم نخليها. واش كتخرج كل نهار سويعات ولا مرة مرة؟ لا لا مرة مرة لا. ودابا واش هي في هذا السن هذا 14 عام؟ وهي مفتحة واجتماعية وتضحك وعز عليها. بلاتي عفا اختي الله يخليك. نعم أستاذ. الماء الماء يقدر يعوضوا اتاي ولا المناضة؟ لا. علاش؟ لا حيت كل واحد وهذا الذوق ديالو والماء ما كتعوضو حتى حاجة حتى حاجة. اه دابا شتي بنتك ملي كتخرج الدور هذيك راه سميتها المتعة الاجتماعية. ودابا هي بغات متعة فكرية. نعم اه. واش دابا المتعة الاجتماعية غتعوض لها المتعة الفكرية؟ لا. دابا انت بغيتي تعطيها المتعة الاجتماعية وبغيتي تعوضي لها المتعه الفكريه. هي بغات متعه فكريه. نعم استاذ. اعطيها ليها الموسيقى راه حاجه طيبه. انا براسي كنعزف الجيتار. كنعزف العود، كنعزف البيانو، كنعزف الكمان، كنعزف الهجهوج، كنعزف القنبري، كنعزف الطامطام. ايه ولكن شي اله اخرى انا باقي دابا على الساكسوفون والنايل ما شديتهمش. انا بوحدي جوق. جوق ديال الدقيقيه. ها وصايق ها مسطي. مسطي في حب المغاربه. اش قالت لاله مالكة ما تخافيش عفا اختي ما شتي عندك تحاب الا مشات لهوايه الموسيقى راه غتميع وتولي تكمي وتولي تصاحب ما ديروش هذه الفكره هذه ما تفيش لها. انا عرفت اللي مخوفك. ما تخافيش يا بنت عمي الطيب كيعطي الطيب ما تخافش راه ربي هو علاش سميتو ربي؟ علاش سميتو ربي؟ علاش؟ سبحانه وتعالى. علاش سميتو ربي؟ الله ربي حيت كاي ربي راه ربي راه جايه من التربيه. التربيه نعم راه ربي كاي ربي. اش كتحاه؟ اش كنقولوا قول ربي زيدني علما؟ اش كنقولوا هي ربي؟ ها؟ علاش كيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم أدبني؟ شكون اللي علمو؟ أدبني ربي. راه ربي راه تيربي. وفي خبارك بأن التربية في الأصل راه هي تزكية. التربية راه ماشي تشد صوت تبقى تحط فيه. ويعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم. راه التربية راه تزكية. ولكن قليل اللي كيعرف يزكي في التربية. كيعرف عايش حط، عايقرص، عايعض، عايقمش. عيغوت. اما هي لا شنو خصك تزكي؟ تزكي الذكاء ديالو كيعطيك واحد النقطه. هو بحال الزريعه الذكاء تيبان عند الوالدين بحال في ولادهم بحال الزريعه. وانت خصك تشد هذيك الزريعه وتعطيها الماء وتخرجها نبته ومن بعد ما تخرج نبته تديها للتربه
وديرها في الحرث وتدور عليها بالقصب باش ما ياكلوهاش المعاز، وتبقى تسقيها وتحميها من الشمس وتشمشها حتى تتكبر وتدير الغصن وتتقصح وتحيد القصب، وديك الساعة كتبقى تقطب وتبعد عاوتاني القطوط وتبعد كذا حتى كترعرع وتولي الشجرة وكتصبح وكلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. مرحبا. نوصلوا باقي المكالمات معنا. أم أكرم من الدار البيضاء. ألو أم أكرم. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم سناء. السلام عليكم. الله يبارك فيك. مرحبا لالا. الله يخليك. بغيت ندوي على قبل ولدي. تفضلي. عنده 10 سنين ما تيبغيش يقرا ليا نهائيا مع الصب الاقياس. تيقرا هو في الخامس، ما تيبغيش الخط ديالو أسوأ خط. بحال ديالي. اه؟ تانا ديالي أسوأ خط. ما تيفهموش نهائيا في المدرسة ولاو عايشين معاه مشكل. يا ريت يا ريت. كعوض ما يطالبوا وليداتنا بالخط يقول لهم جيبوا معكم طابليت ويكتب لهم الدري في الاورديناتور، واللي ما عرفش يكتب يقراو في الطابليت، لان احنا في 2014. ولكن لا 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 ما غنجاوزوا والو، احنا بالعكس غادي نتزوجوا، احنا كيعرفوا عايد يتزوجوا ما كيعرفوش يتجاوزوا. ما باغيش تحفظ نهائيا، ما باغيش يقرا، قالك انا ما باغيش نقرا. شريفه شحال في عمرك؟ في عمري 32 عام. شحال وليدات عندك؟ عندي جوج. ملي المغاربه كنجاوبوا بعضياتنا كنقولوا نعم ولا تنقولوا اه؟ نعم قلت لك. ولكن انا سمعت اه. اسمح لي. شوف شريفه، ماشي المقصود نسمح لك ولا ما نسمحش لك، المقصود انا بحال المرايه ديالكم، في اللحظه اللي كديو معايا كنوريكم شنو قلتوا. عرفت شكرا. واخا دابا عندنا واحد الفاصل الاخبار باقي لك؟ مازال شويه. ف الطيوره بنت عمي كترافق بعضياتها باش تهاجر ولا كل واحد كيمشي بوحده؟ لا باش تهاجر. كيترافقوا؟ اه. شكون رفيق هاد الدري هذا؟ انا. انت رفيقته ولا انت قدو؟ لا قادر يترافقي معاه انت ماشي قدو. انت امو توكليه تصبني لي حويجاته توجدي ليه الديسير. انت عزيز عليك اه؟ صح عزيز عليك اه. ما عزيزك نعم. ام اكرم خليك معنا الا سمحتوا. بروفيسور مازال معنا ام اكرم على الخط. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. غير بغيت نقول لك دابا عندي مشكل معاه في الحفاظه، ما تيبغيش يحفظ، بان الاساتذه ولاو تيشاكيو منه بالقياس، داروا معاه جميع المحاولات، زعما المدرسه اللي تيدير ممنوع ليهم يضربوهم، يعني دايرين معاهم غير محاولات المساعده. جميع زعما المحاولات اللي سلكوا معاه والو. دابا ولا بحال مثلا تيكتبوا راه اكرم ني با في لي دوفوار، ديك الورقه دابا هاد الايام الاخرى مثلا ولا تيقطع باش ما توصلناش حنايا ديك اكرم راه ما دارش باش حنا ما نهضروش معاه. شحال من خيات عنده؟ عنده غير اختو وحده صغار منه. با شنو العمل ديالو؟ با خدام مع الدوله، قاضي في المجلس الاعلى للحسابات. تبارك الله. وانت اللي كتراجعي مع الوليدات؟ تراجع مع انا وهو، يعني لا سال ديك الحاد ولا هذا تيراجع مع حتى هو، خدام عنده جوج خدمات. الله يحسن العون ما تيكونش في الدار. دابا بالنسبه لك انت كام، واش ولدك ملي ما كيجيبش النتيجه كتحسي بانك انت ما جبتيش النتيجه ولا هو ما جابش النتيجه؟ لا ماشي، ما عنديش مشكل ديال النتيجه. غير نشوفو تيخدم، غير تيدير واحد الجهد، ماشي مشكل النتيجه، اللي بغى يجيب يجيب. اشنا هي طريقه التحبيب والترغيب؟ يعني حنا درنا مع جميع المحاولات. الشريفه نعم سيدي. طلبت منك استفسار. اه. راجلك راه قاضي وسوليه، قولي ليه شنو هو الاستفسار. ملي القاضي كيقول لواحد استفسار ما خصو يجاوبو على الاستفسار. نعم. شنو هي طريقة التحبيب والترغيب؟ يعني تنحبو في القراية بواحد الطريقة اللي نقدر نحبو القراية، فنتعامل معاه مزيان، اجي نقرا واجي نخدمو. صافي هادشي اللي كاين؟ هادشي اللي فهمت انا على قد فهمي. التحبيب والترغيب. هو تنقراو حنايا كنتقضاو المسائل ديالنا في عند الحانوت. التحبيب والترغيب هي حنا كنتمشاو وكنتكلموا كلمات عندها علاقه مع الدراسه. التحبيب والترغيب هي حنا داوين في التليفون مع احبابنا وتنتكلموا واحد الجمل اللي فيها معنى. التحبيب والترغيب هو طريقه الغير المباشره للدراسه، فكيصبح عندها جزء فقط اللي هو الدراسي.
فولدك عنده طابلات ولا ما عندوش؟ لا ما عندوش. علاش؟ باقي ما شريناش، اللي عنده بيسي ولكن ما عندوش طابلات. بيسي شنو البرامج فيه؟ ما عرفتش، ما نكذبش عليك ما عرفتش. وعلاش ما عرفتي؟ ما عرفتش. غتمشي المدرسة الإعلاميات دابا حاليا في الدار البيضاء صبحو تيقريو مدارس تكوين مستمر ب 350 درهم 300 درهم شهر تقري الإعلاميات. إلا مشيتي غير 3 شهور غتولي تعرفي تأنستالي البرامج لولدك اللي فيهم الفرنسية اللي فيهم الرياضيات برسوم متحركة. فخباركم بأنه كاين لي زانيماسيون سيونتيفيك اللي تيشرحوا الهندسة الجيومتري بالرسوم. الوليد كيشوف رسوم وتيقرا الهندسة، كيشوف أغنية كيسمع أغنية، كيشوف رسوم كيشوف وكيتعلم الفرنسية ويتعلم الحساب. فهاد الأساليب هادي، هاد الطاقة الكبيرة الموجودة في الانترنت وفي الملتي ميديا راه بها باش وليدات المجتمعات المتحضرة كيتفوقوا في الدراسة. وحنا مازال لاصقين وشادين في واحد النمطية، كيف قرينا حنايا الجيل المعطوب كيف خصهم يقراو هما. وهما تيقول لنا سيدنا علي خلقوا لزمان غير زمانكم. فملي تشوف بنتك ولا ولدك نافر من واحد المادة فكرية، واش دابا نقدر يا عباد الله وليد ديال 8 سنين وكلوا الحرور ولكن علاش كياكلوا الكيتشوب؟ ياك تيحماقوا عليه دريسو. علاش يا شريفة؟ حيت حلو. حلو علاش هما تيبغيو الفاست فود؟ كيتسطاو الدراري الفاست فود. بغيتي تحمق شي وليد قول له نديك الفاست فود. علاش؟ لان فيه محفز للذوق، دايرين واحد المواد ملي كيدير الضغيمه اللسان ديالو تينشط. فهما ذكيين هذوك الناس، داروا محفز للذوق باش كيفتح الشهيه الدري. ودابا هما الماكله ولادهم ما باغينش ياكلوا، ولكن مشاو اخترعوا لهم الكاتشب واخترعوا لهم كريمات واخترعوا شي حويجات باش يحبوا الماكله لولادهم وكياكلوا ولادهم. عمرك تتشوف رسوم متحركه اللي كي يشهروا بها بعد المنتوجات طعاميه الاطفال وغادك الرسوم هذاك اللي رسموا وتيشهيك تنوض تاكل الفرماج ديك الساعه. فاحنا نعرفوا بان الطعام ولدك لا مبغاش ياكل الرفيسه العاميه، دابا حنا كنحماقوا على الرفيسه العاميه، ولكن دري ديال 7 سنين ما باغيهاش، هذيك الحلبه اللي فيها داك راس الحانوت هذوك المساخن والسهل على دري يولفها، هذاك السمن الحايل سهل على دري يولفها. شنو تنديروا؟ كنبدا نغمس واحد الصبيه عند المرقه ونذوقوه، كنربيو الذوق، ومع المده بشويه بشويه الذوق ديالو كيطربو تيولي يبغي هذيك الرفيسه العاميه. اما النهار الاول ما تيبغيهاش، ريحتها كتذوقو كيولي باغي وعاء الفريت وباغي شي حاجه ينقبها. راه كذلك الدراسه، المدرسه عندها منهجيه، صبحات عندها منهجيه عسكريه. يا ريت كون كتبوا عليهم كاملين مدارس عسكريه، غنعرفوا ولادنا راه كيمشيو لمدارس عسكريه. مدارس عسكريه عندها نمط لانه كيتصرفوا في سلاح، تيوجدوا راسهم الحاله اللي يقدر يكون فيها لا قدر الله حرب. وجب هادي الهادي مدرسه مدنيه وشو ندخل ولدي المعسكر شنو هادشي؟ فما لقاش هذا الدري هذا شي واحد ينفد من احدى المنافذ الى قلبه ليحبب اليه الفكر، لان راه ماشي المقصود هو الفرض ولا الفروض ولا المدرسه، المقصود هو الفكر. قلت لكم في البدايه ديال الحلقه اذا كان النحو والاعراب يخضع الجمله نحو بنيه معينه فيبقى ذلك من سبيل الظاهر، فاذا كانت المدرسه تخضع التلميذ بالفروض وبالأجندة للمواد فيبقى ذلك من سبيل ظاهر، ولكن يوجد أهم من ذلك، إنه الشيء الذي يعطي اتجاه للمعنى، فهو الحقيقة التي نجعل منها أصل كل شيء. ما هو معنى دي ولدي المدرسة؟
ما هو المعنى أن ولدي خصو يخضع للبرمجة ديال الأجندة ديال الفروض؟ ما هي المعنى؟ واش معنى عسكري؟ واش معنى أنه لا قيمة لإرادته؟ واش معنى شنو معنى الخضوع؟ لا سوميسيون، شنو معنى الخضوع؟ وقلت لكم بأن هذا الجيل الخبراء الأمريكان كيسميوها جينيراسيون واي. ما معنى أنهم يخضعوني؟ علاش ما يصبحش الخضوع سلس ودايب؟ دايب لو درنا برامج في الإعلاميات. فخبركم بأن المغرب، وهذا شيء يحزن، من الدول المتأخرة جدا في استعمال تكنولوجيا الإعلاميات كنمط فكري. المغاربة كيعرفوا يخدموا بالإعلاميات كأدوات، ولكن كنمط كأداة فكرية لا يعرفون. المؤسسات التربوية لا تعرف، المؤسسات الإدارية لا تعرف، العديد من المقاولات لا تعرف. كنمشي للمقاولات وأنا مستشار العديد من المقاولات للمغربية ولا الدولية منها. كنطرح على الموظفين السؤال التالي: من منكم، شكون اللي فيكم كيستغل البرامج الإعلامية اللي عنده فوق 80%؟ هانتوما قدامكم لي زورديناتور ديالكم ودخلوا للأدوات اللي كتخدموا فيهم، تريتمون دو تيكست ولا الطابور ولا اللي بغيتي، وشوف الأدوات اللي عندك في لاباردوتي، وسول راسك شحال من أوتي كتستغل في هذيك لاباردوتي. الشركات اللي صنعوا هذاك الأمر داروا أكثر من 220 أدوات في واحد البرنامج، أكثر من 220. أغلبية ديال المقاولات والموظفين ديالهم ما كيفوتوش أكثر من 15-20 أداة باش كيخدموا بها، و200 ناعسة. فإذا ملي حنا كنقشروا البطاطا بالفرشيط ونقرضوا اللحم بالمعلقة وناكلوا بصبع صغير، كنتعجبوا علاش حنا ضايخين وحوالينا. عمرك شتي، وهذا هو خدمتي، كنمشي كندير أنا الاناليز السيمونتيك، التحليل المفهومي اللغوي عند الموظف وعلاقته مع الواقع، وكنوريه فين عنده أزمة في الوظيف ديالو، نقول لها فين عندك أزمة، ما عندكش مشكل مع الشيف ديالك، راه من اللي يطلب منك هو جرافيك، رسمتي الجرافيك ما خضعتيش الانفورمول ماتيماتيك، فمن اللي رسمتيه وبدلك هو لانديس تعصبتي اللي خصها وترسمه. فباك راه كاين اللي كيرسم الجرافيك دو جيستيون، هو ما خصوش يترسم، ولا خصو يخضع لواحد الفورمول دو كالكول، تتبدل الارقام في الفورمول كيتبدل هو. لا راه كاينين شي مطورين اللي كيجيب اوتي ديسان كيرسمو، هو يسوفي غير لو شيف دو سيرفيس التليفون يقول له خليك لانديكاتور 2.5 4.3 5.6، خاصو يجي يرسمو كونفور، كيطلع ليه الدم، تيقول لك انا يا تاخر لحظه وخبروني. يا سيدي انا ماشي تاخر لحظه وخبروني، حتى الاخر وهله، حتى الاخر نسمه ويخبروني، غادي نضرب في بلاصه الشيفر شيفر وغتشوف الجرافيك غيتبدل. عمرك القليل اللي كيخدم بدي كلاسور سانكرونيزي اوتور دو فورمول سانكرونيزي، كيخدم دوسي بوحدو سيباري دوسي بوحدو وكيبدا يربط بعقله، وحنا كنعرفوا ان العقل تينسى وكيتعب. قليل اللي كيدير الليزون، قليل قليل، باش ملي كتبدل في كلاسور كاع لي دوسي اللي هما سانكرونيزي معاك كتشوف تا 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 كيتبدلوا. فملي حنا ما قدرناش نوصلوا نفكروا كونفورميمون، خصنا نفكروا وحنا بعدا خاضعين عقولنا لهذا النمط التكنولوجي اللي حضر. كيفاش بغيتوا ولادنا يخضعوا لكم؟ حيت الكبير لا ما خضعش الادوات الفكريه اللي موجوده في العصر ديالو، الدري الصغير اللي مخلوق للمستقبل ما يخضعش ليه. يعني دابا هاد الدري هذا في الظاهر ما باغيش يقرا، في الظاهر ما حامش القرايه، وانا نحلف لكم بالله نخدم مع شهر نجلس انا وين نخدم مع قرايه، يقول لي شهر يولي يجي معاك 5 اللون في قسم. علاش انا كنرد دري وبنت رافض يقرا كيولي يجي مع دوك الخمسة؟ علاش؟ من أنا عندي عصا سيدنا موسى؟ من أنا عندي هاري بوتر معايا في المكتب؟ الناس اللي غادي يخدموا معها القراية الأعمار ديالهم كتراوح، راه عندي صور الجيل حنا كنربو فيه، ولكن الخبراء اللي معايا الأعمار ديالهم كتراوح ما بين 40 و55 سنة.
التجربه اللي عندنا المعدل ديالها 20 سنه لا موين. التجربه اللي عند هذه ليكيب هذه 20 سنه ومازال مازلنا نجدد في 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 المستوى الفكري والعلمي يوميا. وهذا الفريق هذا كنخصو من المداخيل الماليه اللي كنربحوا جزء التكوين المستمر. تنخسروا فلوس على قرايتنا، التكوين المستمر عندنا مهم. فملي كيجي واحد الوليد وكيشوف باحثه عالميه في الرياضيات كتخصص ميزانيه من وقتها للتكوين المستمر، واحد النوبه قالت لي هذه الباحثه قالت لها بنتها ماما واش انتيا كتشرفي على تاطير الدكتوره؟ ماما انتيا كتمشي لكوريا الجنوبيه وكديري ابحاث وكيستشريوها من عندك مختبرات، علاش مازال كتقراي؟ قالت لها بنتي ماشي مازال كنقرا، مازال مواكبه تجدد العلم. فخباركم بان العلم شحال هذه كان كيتجدد كل 10 سنوات، دابا راه ولا كيتجدد كل 3 اسابيع. وروني شحال من مدرسه عندنا في الدار البيضاء ولا في المغرب اللي الاساتذه كياخذوا طرف من الصالير ديالهم وتيخسروه على التكوين المستمر ديالهم. وروني وروني شي استاذ ولا شي استاذه اللي عنده ادوات اعلاميه تيمشي بها الفروض وتيمشي بها المفاهيم ومكلاسي المفاهيم من الصعيب للمتوسط للسهل ووضع استراتيجيه واعطى هاد الخريطه لوليدها توريه ليا. وفي الاخر كتفاجئوا علاش ولادنا ولادكم كيستعصى عليكم انكم تقريوهم. مستمعينا فاصل اعلاني وغادي نرجع مباشره تعرفوا على سؤال. اذا غادي نرجعوا نواصلوا باقي المكالمات. معنا مريم. الو معنا إلهام الدار البيضاء. ألو إلهام. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. نهار كبير هذا ملي هضرت معاكم. الله يبارك فيك. مرحبا لاله بارك الله فيك. حق أستاذ كان عندي واحد المشكل وأنا اللي كان فيه تهرنين، كنت ندوموندي بزاف لافيكسيون. مزيانة هذه الجملة العربية تهرنين. الله يرضى عليك. تزوجت وعامين الأولى دازت مزيانة ومن بعد راه وليت تشتغل بالخدمة وتشتغل بالأمور ديال الحياة. حسيت براسي في ديليسي وليت نقول له خصك تبقى تعيط لي، خصك تبقى تهتم بيا، خصك تبقى دير هذه. الله يرضى عليك. المهم ملي وليت نصمت لك بزاف دونك عرفت بأنني أنا ما بغي خصني نكون محمولة. هذاك الجملة اللي قلتي واحد النهار وأنا ما خصنيش نزيد عليه حتى أنا دونك حيدت عليا ديك القضية كلها. هذه وصفيها ليا من ناحية ديال العمر، واش خرجتي من صيغة التصابي؟ واش خرجتي من صيغة الطفولة؟ واش دخلتي لصيغة الرشد؟ واجي نكون دابا دخلت شويه في صيغه الرشد. الله يرضي عليك. وشنو المفهوم عندنا حنايا العرب ملي كنقولوا الرشد؟ سن الرشد؟ زعما ما بقيتش طفله، ما بقيتش باغي. الرشد جاي من الارشاد، والارشاد هو القدره على الوصول بحالك وبنفسك الى المعلومه الصائبه. اكزاكتومون استاذ. تفضل. البروبليم شنو هو استاذ؟ هو بنتي الصغيره هي اللي بقات تشوف داك الحاله. يعني كنت جيتي فونسيبل تبقى نبكي بزاف. المهم دابا ملي انا حيدت مني هذه القضيه سقات بنتي عندها 6 سنين. وبغيت كتبقى تنصح بزاف ديال الزوجات راه كيديروا هذه القضيه هذه. المغربيات راه بزاف ديال النساء في خباري كيديروا هادشي في رجالهم، ما كاين عاد تعجان، ما كاين عال بكاوات، والرجال مهدودين في الخدمه ومسطين وصيفطهم يشربوا الشراب ولا يديروا الحشيش ولا يتصاحبوا، عندهم ثلاثه راه قليل اللي غيمشي للجامع يمشي عند الفقيه. نعم لا؟ دابا ما عرفتش كيفاش خصني نتعامل معاها. دابا عندها شحال في عمرها؟ شحال في عمرها؟ سيزون عندها سيزون. كيفاش كت كيف انت هي فيها داك التنغني بقات تبكي وتبقى الور هاد البنية هادي شعرها طويل متوسط قصير كي داير شعرها؟ كان شعرها طويل قطعتو ليها. علاش قطعتي؟ قطعتو ليها باسكو كانت في ليكول واحد الهجمة ديال لي بو، نقول الصراحة. زيد ماشي مشكل تفضل. كان فيها لي بو دونك باش نقضي انا على داك البروبليم ديال لي بو قطعتو ليها وكرطتو ليها. ومهم حبابي كاينة واحد المشطة اخترعوها الشينوا، هذيك المشطة الكترونية تمشطوا لوليداتكم بنياتكم شعرهم طويل، وهذيك المشطة كتقتل القمل. سولوا عليها المحلات وخذوها ومشطوا ولادكم، ما تقطعوا لهم الشعر. كتظن يا بنت عمي دخلت انا في هذا السؤال الشعر على صدفه؟ ما عرفتش شنو العلاقه. مي اشنو العلاقه؟ شنو اللي كيفرق البنيه اللي عندها 4 سنين و5 سنين من دري عنده 4 سنين و5 سنين؟ باش كنعرفوا هذاك ولد وهذاك بنت؟ الشعر. بالشعر. اي لا كاش ملامح، راه كاين دري ده 5 سنين اللي عنده الوجيه وعنده الحروف وعنده بحال البنت،
راه اللي كيميز بيناتهم هو اللباس والشعر. فلا شديتي بنت وقرطتي ليها شعرها ولبستيها سروال جينوس برديله وفي هذاك السن 4-5 راه تبقى تبان بحال الدري. وحنا في ثقافتنا الاسلاميه النبي صلى الله عليه وسلم تينهانا نلبسوا ونتعاملوا مع البنيات الصغار بحال الاولاد. خصكم تطولوا لهم شعرهم، دير لهم القرينات، وتعامل معها في الانوثة الكبيرة. هما راهم كيبغيو تكون في الانوثة من عامين. فدابا هاد الشعر هذا دابا بدا يطول ولا مازال؟ بدا يطول، دابا تحت الكتاف ديالها، تحت كتافها. ملي كتكوني كتنشطي ليها، كتنشط راسها ولا كتنشطي ليها؟ لا كنشط ليها انا. كيفاش كتنشطي؟ كنجلسها قدامي وتنشط ليها شعرها. الحركة اللي بيها زعما رطب هو شعرها. الحركة اللي كديري بالمشطة، واش هذيك المشطة ديال لا عرفت من الفوق يعني واش بشويه ولا مشيت دغيا دغيا باش تمشط؟ لا تبغي دغيا حتى انا خدامه وانا مزوق فيك. لا عافاك عافاك عافاك، راني عارف دغيا دغيا واش راه كتسحب. انا ما كنسولها وكاك، راه خاصك تمشطيها بشويه. شتي انت كتمشطيها وكتغني شي اغنيه عزيزه عليك، شي 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 نسمه، شي لحن عزيز عليك. قول لي شي لحن عزيز عليك الشريفه كتغنيه لك الوالده ولا جداك ولا ما عنديش شي شونسو. ماشي شونسو، غير شي عندي الما يجري قدامي بحال هكا. هذه كتعجبك ودابا شي حاجه اللي من ذوقك من قلبك، وتكوني في هذيك اللحظه ديال الصباح كتنشطي لبنتك ولا في العشيه كتبجدي الحويجات ديال غدا الصباح وتبقاي تردي هذيك النغمه. خاصك هذيك اللحظه ديال ترتيبات ديال الحويجات تردي لها قطره العسل. شتي هما الاطفال كيدخلوا في لو ستاد دو ميروار، الخبراء والعلماء تيخبرونا انهم كيدخلوا في لوستاد دو ميروار ابتداء من 6 شهور، وتيدخلوا في صيغه المنظور ابتداء من عام ونص. شنو الفرق ما بين ستاد دو ميروار وصيغه المنظور؟ شنو الفرق؟ ان لوستاد دو ميروار هو الطفل كيميز بانه هو موراهم جوج ماشي واحد. فالعلاقه الانسهاريه اش كنسميوها؟ لا غولاسيون فيزيونيل، العلاقه الانسهاريه، لانه كيكون كيتوهم عنده. لاحظتوا هذا عاوتاني تصور الواقع انه هو مو واحد. فهذاك العلاقه الانسهاريه منين جاي؟ لانه هو مو كان واحد في كرشها، يعني مجموعين في جسم واحد، كان هو وياها في جسم واحد. ملي كيخرج كيبقى جار معاه المفهوم ديال انا وماما كنا في جسم واحد. فهذيك انا وماما في جسم واحد هي اللي كتبقى تعطي العلاقه الانسهاريه اللي هي طبيعيه، لانه كان هو وياها في جسم واحد. فمع المده الشهر الاول والشهر الثاني والشهر الثالث إدخال علاقة الأب، لأن الأب راه الغريب الحاضر، هو راه أبسون في الانسكريبسيون عند لانفو، راه ما معروفش. كيتعرف هو على ولده من خلال الأم. فإذا كان هو متودد وحنين مع المرأة وبيناتهم محبة وعلاقة، هذيك المرأة كتحط تصاور راجلها وتصاورها هي وياه ديال العرس في الصالون، وتتعيط ليه في التليفون وهز الدري. الوليد والبنية عايش حال ديال واحد حاضر هو غيب، باقي ما مسجلش ليه. فبشويه بشويه شكون هو في حقيقه ستاد دو ميروار الاول قبل سيموا؟ راه هو الاب. فلا حضر الاب بقوه وبشده كيهرس المرايه، الى حضر يعني غير نقطه ما بانش كيضبب المرايه، ولا حضر بالقدر الكافي كينصع المرايه. اين مرايه؟ المرايه المعنويه ديال الطفل. فكيولي كيعرف الطفل بالاحساس بالانتليجنس ايموشنال. هنا خصنا نمشيو عند هوارد غارنر لانه هو البديع فيها، والعديد من المستمع والمستمعات كيقولوا لي ما كيلقاوش الكتب ديالو. راه بصح راه ما كاينينش، لانه اوروبا ما بغاتش ترجمه، لان اوروبا معارضاه في النظريه ديالو وخايف على النظريات ديالها. فغتطلبوا احبابكم يجيبوهم لكم من الانجليز ويجيبوهم لكم من امريكا. اما راه دور النشر الاوروبيه والفرنسيه بالخصوص راه ما ترجمات هاد السيد وترجمات قليله وما غتلقاهمش في السوق، غتلقاهم بالكتب ديالو بالانجليزيه. وهنا للاسف خص الناس المغاربه اللي كيضبطوا الانجليزيه ترجموهم للفرنسيه والعربيه لهذا الاستاذ هذا. فهنا في هاد العلاقه ديال الاب مع الام، باش نخرج واحد البنيه من هذيك الصيغه البكاء المستمر وهذا، خصني نادي ونزكي الانثى اللي فيها. سيت اون غراند دوموازيل، كنقول لها انت اون غراند دوموازيل. فهي الطفله ديال 5 سنين ملي كتشوف واحد الرسوم، علاش كتظنوا الرسومات كلها ديال والت ديزني كيتعاملوا بلي برانسيس؟
شنو هو المغزى؟ ندير له شي حلقه اخرى وقيله ان شاء الله حيت قربنا سالي. مرحبا. اذا مستمعينا لحظات وغادي نمشيو نتعرفوا على شكون اللي فاز معنا اليوم في المسابقه. اكسيون رابيد جديد ما كايش مسرع منك، جاوبي انت الاولى على سؤال حلقه واختاري الجائزه اللي تهنيك. اذا هنيئا السيده نعيمه الناصري من الصويره اللي كانت الاسرى في بعث الاس ام اس والمشاركه معنا في المسابقه، واكيد بجواب صحيح. يعني اسم الكتاب ديال فرانسواز دولتو هو يعني توتي لونغاج. فمبروك عليك، ربحتي اله تصبين مهداة من امو. وهنيئا نعيمه الصويري، نعيمه ناصري من الصويره. فاكيد مستمعينا اللي ما حلفوش الحظ اليوم وشارك معنا في الاس ام اس وما حلفوش الحظ، اكيد على انه مازال العديد من المشاركات. خليكم دائما اوفياء البرنامج مع المحلل، وكل يوم سبت صباحا غادي نطرحوا سؤال، واللي كان الاسرع في الاجابه غادي يفوز بجوائز مميزه جدا. اكيد انه على ميد راديو غتكونوا ديما رابحين.